رواية صعب تسمعها عن الإمام الصادق عليه السلام. لا أعلم ماذا أعبر أو ماذا سأقول عن هذه الرواية، لأنها مؤلمة. لما تسمعها تخيل الموقف أو لا تمر عليها بلا تأمل. يقول سدير الصيرفي: دخلت أنا والمفضل بن عمر وداود بن كثير وأبو بصير وأبان بن تغلب على مولانا الصادق عليه السلام. هؤلاء كانوا الثل المقربين جدا من الإمام. يقول: فرأيناه جالسا على التراب وعليه مسح خيبري بلا جيب مقصر الكمين، وهو يبكي بكاء الوالهة الثكلى ذات الكبد الحرة، قد نال الحزن من وجنتيه وشاع التغيير في عارضيه وأبلى الدمع محجريه. عجيب، عادة الأئمة سادة الصبر، إذن ماذا حصل حتى الإمام يصل إلى هذه الحالة والمرحلة من الحزن؟ وهو يقول: سيدي، غيبتك نفت رقادي وضيقت علي مهادي وابتزت مني راحة فؤادي. سيدي، غيبتك أوصلت مصابي بفجائع الأبد وفقد الواحد بعد الواحد بفناء الجمع والعدد. فما أحس بدمعة ترقأ من عيني وأنين يفشأ من صدري. الإمام يخاطب شخص ويقول: سيدي، غيبتك نفت رقادي، سلبت النوم مني، أدخلتني في حالة من الهم والغم، وسلبت راحة فؤادي. من يخاطب الإمام الصادق عليه السلام؟ ولمن يقول سيدي؟ قال سدير: فاستطارت عقولنا ولهن، وتصدعت قلوبنا جزعا من ذلك الخطب الهائل والحادث الغائل، فظننا إنه سمت لمكروهة قارعة أو حلت به من الدهر بائقة. يعني ما هي المصيبة العظيمة هذه اللي حلت بالإمام الصادق حتى وصل إلى هذه المرحلة من الحزن؟ فقلنا: لا أبكى الله عينيك يا ابن خير الورى، من أي حادثة تستذرف دمعتك وتستنطر عبرتك؟ وأي حالة حتمت عليك هذا المأتم؟ قال: فزفر الصادق عليه السلام زفرة انتفخ منها جوفه واشتد منها خوفه، فقال: ويكم، إني نظرت صبيحة هذا اليوم في كتاب الجفر المشتمل على علم البلايا والمنايا وعلم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة، الذي خص الله تقدس اسمه به محمدا والأئمة من بعده عليه وعليهم السلام، وتأملت فيه مولد قائمنا عليه السلام وغيبته وإبطاءه وطول عمره وبلوى المؤمنين من بعده في ذلك الزمان. والرواية طويلة موجودة في كتاب الغيب للشيخ الطوسي. وأنت تقرأ الكلمات يختلف عندما تراها بعينيك. الإمام الصادق عليه السلام إمام كان يقرأ ويرى ويفهم ماذا سيجري. فكر، أكثر من 1000 سنة والإمام صاحب الزمان عليه السلام ينتظر الفرج ويشاهد الناس تتناحر من أجل الدنيا ويرى ذنوبنا، مطلع على ذنوبنا ونحن لا نستحي. مولانا صاحب الزمان عليه السلام يرى ذنوبنا ويسمع ما نقول، وكأنه سلام الله عليه يقول بصوت جده الحسين الذي ما زال يقول لنا: هل من ناصر ينصرني؟ ولكننا غارقين في بحور ظلمات الدنيا. متى نلتفت؟ متى نتحرر من قيود الشيطان؟ متى نمد أيادينا لك يا مولاي لتمسكها فتستنقذنا من ذنوبنا لنكون في ركب أوليائك؟ أكثر من 1000 سنة والإمام يشاهد الظلم والجور الذي يجري على المؤمنين ويتألم. وفي مقطع آخر من هذه الرواية يقول الإمام الصادق عليه السلام: كذلك غيبة القائم، فإن الأمة ستنكرها لطولها، فمن قائل يقول إنه لم يولد، وقائل يفتري بقوله إنه ولد ومات، وقائل يكفر بقوله إنه 11 كان عقيما،
وقائل يمرق بقوله إنه يتعدى إلى 13 فصاعدا، وقائل يعصي الله بدعواه إن روح القائم عليه السلام ينطق في هيكل غيره. كل هذا اختبار رباني حتى تظهر معادن الناس المخفية، ونحن نحتاج في كل يوم التضرع إلى الله سبحانه وتعالى حتى يثبتنا على نهج الحق، وخاصة في الليالي المباركة التي تفتح فيها أبواب السماء وتكون الساعات فيها خير الساعات ويكتب فيها القدر. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك.